السلام عليكم. توي خلصت عملية شفط بطن خواصر وظهر وشد البطن. هذا الشد اللي احنا نسميه الاكستندد ابدومينوبلاستي، او باللغة العربية يعني شد البطن الطويل او الكبير الممتد. بعض الاطباء يحب يسوي اللي هو شد الحزام، يعني هي المريضة بالبداية كانت اللي يشوفها ممكن يقول تحتاج شد كامل 360 درجة. لكن احنا ما ننسى شغله مهمه، انه احنا وليش المؤخر، يعني ليش شد الحزام؟ لانه شد المؤخره، رفع المؤخره، فنكمل القصه من امام وتلف للخلف، ومن خلال نفس القصه نرفع المؤخره. لكن احنا في مجتمعاتنا شويه نحب نحيي المؤخره الكبيره، فهي المريضه عندها شحم طلع كثير، فليش ما استفيد منه بحقن المؤخره، نرجع لها المؤخره مثل ما كانت بعد ما نسوي الخواصر ونشفط الخواصر، ونجنبها الاثر اللي يرجع لي ورا ويكون عاده قبيح المنظر. فاكتفينا بس بشفط الخواصر والظهر والبطن، والشحم تعبى كميه يعني جيده في المؤخره وفي الجوانب ايضا، وهذا نفسه رفع المؤخره، فما احتاجت القصه اللي من الخلف، لكن عندها طبعا ترهل بالخواصر. فاذا تلاحظون هاي هي منطقه الصره، وهاي هي منطقه العانه، وهاي القصه، فهذه الى حد تقريبا منتصف الخاصره، هذا عشان من نشد واسفين لهذا المنظر، بس هي بس مجرد للتوضيح. فبس حبيت اوضح انه مو دائما في داعي للقصه ال 360، يعني ممكن اذا يطلع شحم لا باس فيه ممكن نستفيد منه بحقن المؤخره وشويه من الجوانب، هاي بحد ذاتها راح تشد، فنتجنب نطول الجرح. ولذلك ايضا انصح يعني انصحكم بصوره عامه انه اللي تنزل وزن لا تروح على طبيب التجميل جلد وعظم، يعني لازم تخلي شويه شحوم يستفيد منها، ينحت. وشو النحت؟ هو شفط وحقن. فلما يكون عندنا كميه لا باس فيها من الشحوم نستفيد منها، يعني نحطها في المؤخره في الجوانب، وهاي ان شاء الله في يوم من الايام نشوفكم نتائج ان شاء الله. شكرا.